والموت ذاته مهما اتجنبته في النهاية بصيبك. الزول بيجوع بياكل عشان ما يموت وعشان ما يتعب، بيعطش بيمشي يشرب، بيمرض بيمشي للدكتور، ده كله فرار من الموت ومن مقدمات الموت إلى آخر، لكن في النهاية هو بصيبك وما معروف تموت 200. يعني هسه يمكن الجلسة دي أنت ما تقوم منها، يمكن الجامع ما تمرق منه، يمكن تمرق الصباح برجليك يجيبوك في عنقريب، يمكن تخش مستشفى ما تمرق، لكن الزول يكون مستعد في أي لحظة، يكون جاهز. وجاهز ده ما بكثرة البكاء، وإنما بالرجوع إلى الله وبمحاسبة النفس. زول داير منك حاجة ترجعها كذا كذا كذا، وبعدين تصلح يعني العمل الصالح، تصلح بالإخلاص وبالاتباع، تجتهد في الطاعة وتشتاق إلى لقاء الله، تكون جاهز في أي لحظة إنك تفارق الدنيا. حسن البصري قال: دخلت مسجد الكوفة فرأيت شيخا كبيرا، زول كبير في السن، قال: يا بني أنا هنا منذ 30 سنة في المسجد أنتظر ملك الموت، ولا لي عند أحد حاجة ولا لأحد عندي شيء. قال: لا أنا لي 30 سنة قاعد روحي بموت، وقاعد ترى منتظر، لا علي ديون ولا دارين مني شيء ولا دار من زول شيء. ولذلك الإنسان يا جماعة في أي لحظة يكون مستعد. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن يعقوب عليه السلام في الموت تكلم بأعظم أمر، وتفقد هذا الأمر من أبنائه. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وده يا جماعة السؤال ده كونه يكون في الموت، معناه يعقوب عليه السلام كان في الدنيا دي همه يعبد الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، وكان هم الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في الموت قال لهم الأرض الفلانية أوصيكم ما تبيعوها ولا أراضي زائدة والبهائم دي أعملوا حسابكم والكذا والكذا والبيوت الفلانية وعندي أوراق وعندي شنو شنو، ده كله ما جاب له سيرة. قال لهم: ما تعبدون من بعدي. وده الزول يا جماعة الموفق اللي بيكون هم الدين، عشان كي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، هو في فراش الموت، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني بحذر الناس إنه ابنوا في المساجد قبور وكذا، يدفنوا الموتى ويبنوا فوق ليا والأشياء دي، وده يدل على تعظيمه للدين. وإنت في الحياة دي يكون همك تنشر الدين، شكي رب العزة والجلال اداك أمثلة في القرآن، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ونحن نأخذ المثال ده بس لأنه الزمن، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ناس رسل ثلاثة موجودين، وبعد ده هجى من بعيد، والشاهد في الآيات قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أنت لو فكرت في الكلمة دي يسعى بتمرق بفائدة جميلة جدا، إنه الشيء ده محركه من جوه قلبه لما جاي مستعجل، ما جاي للدين وهو متباطئ وما هم الدين وكذا وكذا، وإنما ده شيء ثانوي بالنسبة له. يسعى. والرجل ده قال 6 جمل الله بسببها دخلوا الجنة، قال له 6 جمل. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يقول الداعية بحق ما بقول للناس أبقوا في جماعتي ولا أبقوا في حزبي ولا أبقوا في طائفتي ولا أبقوا في طريقتي، لأنه هو على زوال، لكن قال لهم اتبعوا المرسلين. ده الدرب النجيض. 2، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني الزول اللي بيجيك يتكلم في الدين لو داير حاجة الدنيا، تعظيم، سياسة، جمهرة، مال، ده بالنهاية دعوته تتلاشى أو هو يتلاشى. لكن قال لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما داير حاجة الدنيا.
وقد يكون زول يا جماعة ما دار قروش لكن يحمل منهج منحرف، وما دار قروش لكن شايل له منهج باطل وبينشر بين الناس وهم ينشر، لكن ديل جمعوا بين الأمرين، بين صحة المنهج وبين زهدهم في أمر الدنيا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبعدين قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني، نمرة ثلاثة، قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني خلقني وإليه ترجعون. طالما الله خلقني يبقى بعبده هو وحده لا شريك له. كأنه بقول لهم لو خلقوني ثلاثة بعبد ثلاثة، ولو خلقوني ستة بعبد ستة، لكن طالما خلقني واحد يبقى بعبد واحد. بس ده الموضوع يا جماعة، انت مخلوق وفي خالق، ما بجوز العبادة تصريفها إلا للخالق، ده هو خلقك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اترت يا الله، ما بتنادي غير الله سبحانه وتعالى. مش في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتعتر برا الجامع تستعين بغير الله يا فلان ويا فلان، وذو الميت، الميت ده انت بتدعو ليه والله يرحمه، مش بتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. من الله جل وعلا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والغايب ما بيسمعك، هو في بلد وانت في بلد ما بيسمعك، هو لو في بلدك ذاته كم نفر بينادوه، ويخلوا الأستاذ في الحصة لو عشر أنفار اثنين يتكلموا سوا بيوقف الحصة إلا يسكتهم حتى نبدأ، لأنه عنده أضانين بس ولأنه سمعه محدود. فما بالك هو في بلد وإنت في بلد وتناديه يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا. الله جل وعلا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقال لك ما بيسمع، لكن لو سمع ذاته ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إلى آخر الآية. فيعقوب عليه السلام يا جماعة هم الدين وهم الدعوة، والرجل ده سأل السؤال ده وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. العبارة الرابعة قال أأتخذ من دونه آلهة، أنا أترك عبادة الله سبحانه وتعالى واتخذ لي آلهة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني أنا خليت عبادة الله ومسكت في غير الله سبحانه وتعالى، لو الله جل وعلا أراد بي ضرا ديل ما بيقدروا يحجزوا الله، لكن لو حصل العكس أنا عبدت الله وديل دارين يضروني، الله قادر يحجزون ولا ما قادر؟ يصح التعبير قادر. شكي قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. العبارة الخامسة قال لهم إني إذن لفي ضلال مبين، كونه ينادي غير الله ويعبد غير الله ده ضلال مبين. بعد ذاك السادسة قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، تصدع بالحق وما تخشى في الله لومة لائم. الفائدة يا جماعة الثالثة في الآيات دي أن الآباء ذكر الله حال الذين يتبعونهم في القرآن أنهم على قسمين، في آباء اللي هم السلف بالنسبة ليك، لأن الناس القبليك ده سلف بالنسبة ليك زي ما في القرآن جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الناس القبليك الأبهات على قسمين، في أبهات الله في القرآن ذكر إنه إنت كونه تتبعني إنت ذاتك ممدوح وديل اللي بيكونوا على الحق، وفي أبهات كونه تتبعني على الباطل إنت مذموم. رب العزة والجلال قال عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ده اتباع محمود، لأنه بيّن هذا اتباعهم في شنو؟
واللي اتبعهم فيه ذات حق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ودي علاقة بالآية اللي بدينا بها، قالوا له قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في ناس بتابع أبهات، والمشكلة الأبهات بيكونوا على ضلال، يقول لك أنا على درب أبهاتي ديل. أبهات مال في الشدائد ينادوا غير الله، الطفل يعلقوا في كمون، يعلقوا الحجبات، يقولوا ده من السكين وده من العقرب، والطفل الكمون ده بيحميه من العين. والله في القرآن قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر، شو القرآن ده واضح كيف، فلا كاشف له إلا هو. ورب العزة والجلال قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. دير رب العزة والجلال قال عنهم ديل زمان وإلى الآن موجودين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي آية في نفس السورة سورة الزخرف إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، مقتدون مهتدون، وفي النهاية هنا على ضلال. الفائدة يا جماعة الأخيرة من فوائد هذه الآيات أن ابن كثير رحمه الله قال قالت اليهود والنصارى آباؤنا أنبياء، نحن أبهاتنا ذيل أنبياء، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبالتحديد إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. فقالوا طالما أبهاتنا ذيل أنبياء معناه نحن بالدارج كدير دريبنا مارق، معناه نحن شغلتنا نجيضة لأنه أبهاتنا أنبياء. الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لأن الله تعالى قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما سعى هو لا ما سعى والده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخر الآيات. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.